تتواصل فعاليات الدورة 28 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي إيديك دبي، أكبر تجمع لأطباء الأسنان والمختصين في المجال في يومه الثاني، حيث شهد الحدث إقبالاً مميزاً من الأطباء العالميين والمختصين حول العالم بمركز دبي التجاري العالمية. ونظم نادي الإمارات لطب أسنان الأطفال جلسة حوارية لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع، كما تم الإعلان عن تأسيس منتدى نادي طب أسنان الأطفال الإماراتي ضمن فعاليات إيديك دبي 2024. أطلقت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة المركز العلمي لبحوث وتطوير الأداء الرياضي المجهز بأحدث أنظمة ومعدات تقييم الأداء، والذي يمنح المرأة الرياضية قواعد علمية مبنية على البحوث والدراسات لتنمية المهارات والحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية. ويضم المركز خبراء ومتخصصين في علوم الرياضة من تخصصات متعددة، منها فسيولوجيا الرياضة وعلم النفس الرياضي والتغذية الرياضية.